عايز اعرف منك اللي هي السجائر البديله اللي هي الالكترونيه، الكترونيه يعني دي برضو فيها خطوره بشكل كبير؟ طبعا. عايز اقول لحضرتك الفكره المنتشره ان السجائر الالكترونيه او الفيب ما ضررهم اقل من السجائر العاديه، والكلام ده طبعا مش صحيح، لان احنا المواد ديت غير المواد النيكوتين اللي فيها بيبقى فيها مواد مجهوله المصدر، احنا مش عارفين اصلا دي اصلها ايه ولا جايه منين ولا بتضر الجسم في ايه. وطبعا هي بتعمل يعني مشاكل كبيره جدا، يعني مضره، وكمان الفكره انها كمان بتتقدم بطريقه جذابه وبطريقه حلوه تجذب الشباب الصغيرين، وحتى يعني السن الاصغر ان هم يقول لك لا انا عايز اجرب نكهات مختلفه. بالظبط كده. فانا بحس ان خطرها اكبر من السجاير العاديه، لان هي زي ما انت حضرتك قلت كده بيروج لها انها اكتر امان، لكن طبعا الكلام ده مش صحيح. شكرا ليك يا دكتور، ونورتينا جدا، ويعني ربنا معاكم في حملتكم، وان شاء الله يحققوا اكبر استفادة ممكنة واقل عدد مدخنين من الايام اللي فاتت.